السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع الجزائر ميديا سيتي، هذا المشروع العملاق والعالمي اللي عنده أهداف عالمية مهمة جدا، خاصة في يعني في الوقت الحالي الذي نعيشه، يعني من غزو ثقافي وغزو إعلامي، ويعني الآن العالم يعني أصبح شغل غابة سيتين جانجل، يعني البقاء فيها للأقوى، البقاء للأقوى. لابد علينا أن تكون لنا قوة إعلامية كبيرة لكي نفرض رأينا ونفرض نظرة ديالنا في العالم. وهذا المشروع الرائع والطموح جدا الذي يعني وضع الحجر الأساس نتاعو الرئيس عبد المجيد تبون البارحة بمناسبة العيد الوطني للاستقلال نتاع 5 جويلية، سوف يعني الأشغال تدوم فيه حوالي 37 شهر حسب يعني التصميم وحسب التوقعات نتاع المشرفين على المشروع هذا، وسوف يبنى على مساحة نتاع كما قلنا في فيديو سابق 74 هكتار، وفيه عدة أحياء حسب يعني الاختصاصات. يعني السلاح في أيدي الدول العظمى، ولازم احنا نواجه الإعلام. أنا نشوفوا فيها غير في يعني في الحرب الإعلامية مع الجارة الغربية، نشوفوا يعني واش راه صاير، يعني الهجمات حول التاريخ الجزائر وكل هذه الهجومات التي إذن لابد من هكذا مشاريع، وأكيد سوف يكون مجال لتطوير مهارات جديدة، وخاصة فيما يسمى بالأسلحة الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي، هذا اللي أصبح هو يعني مصدر للأفكار اللي يعني راهي تغزو علينا، وإحنا ما عندناش جواب، ما عندناش يعني مقابل باش نواجه هذه الغزوات وهذا الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي. لابد تكون عندنا خطة اللي يعني باش نفرض راينا ونعطي افكارنا ونعطي يعني تعاريف للديفينيسيون، لازم ناسس الى تعاريف حول يعني المعلومات والمعلوماتيه، لازم نعطي التعاريف نتاعنا ونعطي النظره تاعنا في الوجود ونفرض الصوره تاعنا بانفسنا، ما نخليش الناس تتكلم علينا بدون ما احنا نتكلم. إذن لابد من هذا المشاريع الهامة جدا كما قلنا، والإعلام لا يعني ما كاش في العالم الناس اللي يقول لك ما يتفقوش على أهمية الإعلام. المهم أترككم تتابعون هذا الفيديو، السلام عليكم.